فعايز اقول لك هنا ان اللعبه اللاعبين اللي قدامك هيكونوا صعبين جدا، ومن الصعب انك هتكسبهم، بل هم ليهم كمان ان هم ممكن يدخلوا اجوان فيك بكل سهوله. عايز اقول لك يا صاحبي لو انت ما عندكش الادرع اللعبه هتشتغل معاك من غير الادرع تماما، انت مش محتاج الادرع، وهتجيب لك شاشه سوداء ومش هترضى تدخل معاك. طيب الحل ايه؟ طيب يا صاحبي زي ما انت شفت في اول الفيديو كده هوريك النهارده ان شاء الله ازاي تقدر انك تشغل لعبه بيس 2022 على تليفونك قبل اي حد، هوريك ازاي تقدر تشغلها على جهازك حتى لو كان جهازك ضعيف، وهوريك كمان ازاي تقدر تشغلها بدون انترنت وبالدرع اللي انت شفته في اول الفيديو ده، ومن غير الدرع عادي تقدر تشغلها معاك. والجميل ان في نسختين، في نسخه للاجهزه الضعيفه بحجم صغير، وفي كمان نسخه للاجهزه القويه بحجم كبير تقدر تحمل اللي انت تستمتع بيها. بس قبل ما نبدا في اي حاجه شكرا.